بسم الله الرحمن الرحيم. مع ساعات الفجر الأولى يحيطكم علمان بالبيان التالي من طبية جوبر. إن ما جرى في الغوطة الجرقية وعلى جبهة جوبر تم قصف عين ترمى بالأسلحة الكيماوية. تنبهنا للعمل مبكرا والحمد لله قمنا برفع الجاهزية والعمل على أكمل وجه. استجابت لنا بفضل كل الطبيات المجاورة ابتداء من طبية زملكا إلى طبية عين ترمى إلى طبية جوبر إلى طبيات المتأخرة حتى دير العصافير ودوما. جزاهم الله عنا كل خير وكل الطبيات ساهموا بالعمل والإخلاء الطبي. حجم الكارثة كان كبير جدا، حجم الضحايا والإصابات كبير جدا. استنفذنا مخزوننا في جوبر من الأتروبين والهيدروكورتيزون. أخرجت من المستودع ما يقارب 25,000 إبرة أتروبين من مستودع جوبر لوحده، وما يقارب 7,000 إبرة هيدروكورتيزون، وما يقارب 35,000 سرنج بمختلف القياسات. تم توزيعه على كامل نقاط الجبهة الطبية في جوبر وعين ترمى. عمل الكادر الطبي بكل نشاط وحيوية. كان حجم الإصابات والضحايا والشهداء من الأطفال والمدنيين كثير جدا جدا. حجم الأطفال الذين مروا بين يدينا كبير. يعني أذكر أنه الأطفال يلي مروا بين يدي فقط الأطفال، يعني أمد بين يدي ما يقارب 50 طفل كانوا شهداء، في حالة شهداء لا يوجد لهم أي أثار حياة. انتقلت لنقطة عين ترمى، زودتهم ببعض الأتروبين واطلعت على العمل. كان العمل يسير بجد. في بعض الأشخاص قاموا ما أصفهم بالتراجع لنقاط أخرى. يجب النظر في أمر تراجع النقاط أخرى، لكن لا ما كان يجب عليهم التراجع. يجب عليهم ممارسة العمل في النقاط الأمامية. كان الأمر السلبي الذي حصل هو العشوائية التي وسوء التصديف من المواطنين. يعني الغاز كان يفقد مفعوله بعد نصف ساعة، لكن للأسف المواطنون نزلوا إلى الأخبية، مع أنه الغاز ثقيل ينزل إلى الأخبية، فزادت عدد الأضرار والإصابات. مع نزول المواطنين إلى الأخبية ازدادت عدد الإصابات، فزادت عدد الإصابات والشهداء. مع زيادة عدد الإصابات زادت علينا عبء العمل. فاضطررنا إلى رفع الجاهزية القصوى مع عجزنا الكامل. استهلكنا ما يقارب 200 أسطوانة أكسجين في طبية جوبر وعين ترمى وحدها. لدينا شهداء من الكادر الطبي، تقبلهم الله. لدينا أصدقاء غادروا تقبلهم الله. سوء الجهل من المواطنين. يجب عليهم في هذه الحالة الاتجاه إلى الطوابق العلوية، وبادر بعض الأخوة إلى إشعال النار، فزاد من عبء التنفس على المواطنين، مما أدى إلى ازدياد صعوبة التنفس، فزاد من صعوبة التنفس عليهم، فصار مضاعفات إضافة إلى الغاز، صار تداخل الغاز واستنشاق روائح الإطارات مشتعلة والنار مشتعلة بسبب جهل بعض الأشخاص بإشعال الإطارات. هذا الأمر كان يجب أن لا يحصل. يجب الآن عمل برنامج توعية كامل على الغوطة الشرقية بهذا الأمر، إنه في حالة الغاز، هذا خاصة للمواطنين ليس للعسكريين، إنه في حال الغاز يجب الانتقال إلى المناطق المكشوفة إلى الطوابق العلوية. يعني يجب أن نتدارك الهاوين، ولكن يجب أن نجلس في أماكن مكشوفة للهواء، إن يكون في تمرير هواء نحصل على أكسجين، نحصل على أكسجين نقي، بتخف الإصابات، بتخف علينا عبء الإصابات. ما لي قادر أحكي أكثر من هيك. فيك تصور مشهد اللي قدامك هلا بساعات الفجر، فيك تروح تصور الشهداء اللي حطيناهم بالأماكن. الله يجزيك الخير، عنك الخير. الله يخليك.